النهاردة لحد 12 نوفمبر بيوافق الذكرى الأولى لرحيل الساحر الفن محمود عبد العزيز النجم الكبير طبعا رحمة الله عليه، اللي رسم شكل جديد للكوميديا في السينما المصرية من خلال توليفة سينمائية متميزة قدمها على مدار مشواره الفني. محمود عبد العزيز بدأ مشواره كمساعد مخرج مع المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش، وكان تألقه ظهر بقوة في فيلم العار مع النجمين نور الشريف وحسين فهمي للمخرج علي عبد الخالق. بعدها أصبح الساحر هو صاحب الكلمة العليا في شباك الإيرادات، وتصدر وقتها أفيش وتترات فيلم الكيف، كمان دوره العظيم في مسلسل رأفة الهجان اللي جسد فيه ملحمة من بطولات المخابرات العامة المصرية. طبعا ربنا يرحم الأستاذ محمود، على قد ما أمتع جمهوره وجمهور المصري والجمهور العربي، كان قد إيه إنسان فعلا محبوب بكل المقاييس. الواحد نادرا لما شاف حد الناس بتديله هذا الكم من الحب والاحترام.